بزاف د المرات كتشد شي فاكتوره وكتلقى فيها واحد الحاجه سميتها التافيا، ولكن ما كتفهمهاش ولا ما كتعرفهاش علاش كتصلح. تافيا تاك سور لا فالور اجوتي، الضريبه على القيمه المضافه، هي نوع من الضرائب كتخلص على كاع مراحل انتاج منتوج او خدمه معينه، وكيخلصها المستفيد او المستهلك الاخير. القيمه ديالها كتكون عاده 20% من القيمه الاجماليه ديال المنتوج او الخدمه، وكاينين بعض المنتوجات اللي كتعفى منها بحال المواد الاساسيه، الحليب، الخبز، اللحوم وغيرهم، وبعض المواد كتخفض فيهم بحال الدواء والمحروقات الى اخره. هذا النوع من الضرائب ما كيخلصوش المستهلك مباشره، انما كيتحسب ليه مع الثمن باش يشري المنتوج، والمساهمين في الانتاج ديالو هما اللي كيعطيوها للدوله. مثلا مشيتي للبوتيك وخديتي قميجه ب 96 درهم تي تي سي، شحال كتخلص عليها ولمن كتخلص؟ ها انت تبع معايا. لنفرض ان الوزين فاش صايب ديك القميجه ضرب حسابه ولقى ان الثمن اللي مسلك كل البيع اوخ تاكس هو 50 درهم، كيزيد عليها 20% ديال التافيا اللي هي 10 درهم وكتولي 60 درهم، هي باش كيبيع للبوتيك تي تي سي 50 درهم ديالو و10 درهم كيعطيها للدوله. مول البوتيك خدا القميجه 60 درهم تي تي سي وضرب حسابه ولقى ان الثمن اللي مخرجه هو 80 درهم اوخ تاكس، كيزيد عليها 20% ديال التافيا اللي هي 16 درهم وكتولي 96 درهم تي تي سي، هي باش غيبيع ليك 80 درهم فيها رباح وراس المال ديالو، و16 درهم كيحيد منا ديك 10 درهم اللي زاد عليه لوزين قبيله ديال التافيا، و6 درهم الاخرى كيعطيها للدوله. ويلا جينا دابا نجمعوا 10 درهم اللي خلص لوزين زائد 6 درهم اللي خلص مول البوتيك كيعطيونا 16 درهم اللي هي 20% من 80 درهم، يعني انت فاش خلصتي القميجه عطيتي 80 درهم الثمن ديالها الاصلي وزدتي عليها 16 درهم التافيا، والبوتيك والوزين هما اللي تكلفوا يوصلوها للدوله. هكذا كيوصلوا داك الفلوس للمديريه العامه للضرائب وهي كتعطيهم للخزينه العامه، وكيجي قانون الماليه كل عام هو اللي كيحدد فين غيتصرفوا داك الفلوس. والمديريه العامه للضرائب كتقدر تعرف كل شركه شحال جمعات، حيت كاع الشركات عندهم رقم التعريف الموحد ايتسيو، وفاكتورات كيتراقبوا وكيتعرف شحال كتدخل وشحال كتخرج. والشركات اللي ما كيخلصوش التافيا راه ماشي كيتهربوا من الضريبه، انما كيسرقوا الامانه اللي جمعوا من المواطنين للدوله. والمديريه العامه للضرائب كتسخر الاجهزه ديالها باش تراقب وتعاقب اي شخص ولا مؤسسه كيتهربوا من الاداء ديالها، حيت هاد الفلوس ديال التافيا هما مصدر مهم للميزانيه ديال الدوله. وهكذا سالينا الشرح ديال التافيا. وبلاتي غادي دي معاك هادي، ما تنساش تطلب الفاكتورات وقت ما شريتي شي حاجه باش تساهم في الحد من التهرب الضريبي. وكيف العاده ما تنساوش تخليو لينا الاسئله ديالكم في التعليقات.